I say رئيس المشير عمر حسن البشير رئيس الجمهورية. السيد المشير عبد الرحمن سوار رئيس المنظمة. السادة الحضور الإخوة السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة أنا لي الشرف بحضوري بهذه الدورة، ولو كنت أعتذر بعدم حضوري في جلسات أو دورات سابقة لأسباب خالية عن إرادتي، ولكن دائما العمل الإسلامي عمل جماعي يقوم به من حضر، عمن لم يتمكن من الحضور وغايتنا جميعا واحدة. هذه المنظمة الإسلامية هي كما كلنا نعلم منظمة إسلامية نوعية خيرية تعمل بجد وصدق في جميع أنحاء إفريقيا، وقد أثر عملها خيرا، وأثبتت هذه المنظمة باعتدالها في دعوتها وتمسكها بالوسطية الإسلامية، أثبتت جدارتها بأن تكون الرائدة في إفريقيا والصادقة في دعوتها والممثلة حقيقة لأولئك الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى وألهمهم بإنشائها وتأسيسها. عملت المنظمة بكثير من وجوه العمل، من الخدمات التثقيفية والصحية وغيرها، ولكن الأهم من ذلك كله اقتداؤهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدعوة، مخلصين في ذلك لوجه الله، مخلصين في ذلك غير منشغلين بالمنافع الدنيوية التي طالما عاقت العمل الإسلامي، وطالما أخرت الدعاء وجعلتهم في مؤخرة الأمر، وفي النهاية فشل جهودهم. هؤلاء الحمد لله عاشوا مع هذه القارة بمنطلق أنها أول قارة تلقت أو استقبلت الإسلام، واستقبلت ضيوف الإسلام في هذه المنطقة التي كانت موحدة ولم تمزقها اختطاف الغرب والاستعمار، فهي كلها منطقة واحدة، فهي كلها إفريقيا تضم سكانها وهي لهم وإلى الأبد. أعمال المنظمة غطت الكثير من حاجات إفريقيا، كلنا نعلم أن ازدهار أي أمة وانتصارها يعتمد على جانبها العلمي والتثقيفي والحضاري. هذه الأشياء لا يمكن أبدا أن تتحقق على أكمل وجودها إلا بدراسة أساس قيام هذه الأمة، وأساس قيام هذه الأمة هو الإسلام الذي تضمن
والوسيلة التي تجعلنا نفهم هذا القرآن ونفهم أسراره ونتحلى بأنواره ونفهم السنة المحمدية ونتعمق فيها ونستخلص منها أسس القيادة الإسلامية والقدوة الراشدة التي هي سمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي قال الحق تبارك وتعالى فيها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هي اللغة العربية. اللغة العربية يجب أن نعتني بها في إفريقيا. نحن الآن متمسكين بلغات أخرى، لم نستطع حتى أن نسوي بين اللغة العربية واللغات الوافدة أو اللغات الاستعمالية فضلا من أن نقدمها على تلك اللغات. فالمنظمة حقيقة تسعى في هذا بمدارسها ومؤسساتها ومعاهدها المنتشرة في شتى أنحاء إفريقيا، ولكن أريد من الإخوة في العالم العربي والعالم الإسلامي حيثما كانوا أن يدركوا أن اللغة العربية هي ليست وقفا على أمة معينة أو قبيلة معينة أو بلد معين، فهي لغة القرآن، والقرآن دعوة ربانية عالمية لكل خلق الله. فاللغة العربية يجب أن تكون هي لغة المسلمين في كل مكان، وبذلك تكون هي اللغة القومية للأمة العربية للأمة الإسلامية، الأمة التي إذا أطلقنا عليها عربية فنحن نصدق في هذا، وإذا أطلقنا عليها أنها أمة إسلامية أيضا نحن نصدق في هذا. فالإسلام جاء وأزاح كل الفوارق والحواجز وجعل أمته أمة واحدة، وربها هو الله وحده لا شريك له، وأنها مأمورة بأن تتقي وتعبده. لذلك بل تكثيف اللغة العربية مهم جدا، لأن الغرب استطاع أن يؤثر في المد الإسلامي في بعض المناطق لا في كلها، واستطاع أن يوقف انتشار الإسلام في بعض تلك المناطق بسبب انتشار اللغة الغربية أو اللغات الغربية كالإنجليزية والفرنسية وغيرها. اللغة العربية ما زالت محصورة في العلماء، العلماء التقليديين، محصورة أيضا في بعض العلماء الذين تلقوها في المدارس والمعاهد العلمية، ولكننا نريد من إخواننا أن يسهموا بكل جدية لتنتشر اللغة العربية في جميع مناطق الإسلام لتسهل لأولئك الناس فهم الإسلام الفهم الصحيح، وأن يدركوا أن مصيرهم هو مصير دينهم، وأن مصيرهم هو مصير لغتهم. فاللغة العربية كلما ازدهرت كلما ازدهرت، كلما ارتفع شأن هذه الأمة، وكلما اندحرت وتأخرت تأخرت تلك الأمة. فهذه المناشدة لجميع القادرين من إخواننا عربا وغير عرب، وهم في الحقيقة كلهم عرب، لأنهم كلهم شعارهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاللغة العربية هي لغة عالمية بقدر عالمية الإسلام وعالمية الدعوة. عندنا كثير من التحديات الداخلية في إفريقيا في الفترة الأخيرة، بدأت عقوسات أو أشياء نستطيع أن نعتبرها تحديات قائمة تتمثل في الردة لبعض القبائل الإسلامية. قبائل فلان هي قبائل إسلامية جاهدة.